كان بداية العنوان المرة اللي فاتت نحن هنبتدي نتكلم على أنواع البروتينات في جسم الإنسان ووظائفها. اتكلمنا على البروتينات الإنزيمية، نتكلم المرة دي على البروتينات الناقلة. البروتينات الناقلة هي البروتينات اللي بتقوم بتنسيق العمليات البيولوجية بين الخلايا والأنسجة، ومن أهم البروتينات الناقلة في جسم الإنسان هو بروتين الهيموجلوبين الذي يعد البروتين الناقل للأكسجين من الرئتين للخلايا في الجسم. ومن الأمثلة الأخرى للبروتينات الناقلة إذا هي مهمة جدا نواقل الجلوكوز اللي تقوم بنقل الجلوكوز من الخلايا، البروتينات الدهنية أو اللايبوبروتين اللي تعمل على نقل الكوليسترول والدهون الأخرى عبر الدم، والسيتوكروم سي اللي بينقل الإلكترونات بين الخلايا لتوليد الطاقة في الجسم، وهرمون النمو. بعد كده بنتكلم على نوع ثالث من البروتينات اسمها بروتينات التخزين أو الستوراج بروتينز، وهي إحدى أنواع البروتينات في جسم الإنسان اللي بتقوم بتخزين عدد من الأيونات في الجسم، ومن الأمثلة عليها 4 و5 الفيريتين، وهو بروتين بيقوم بتخزين الحديد في الجسم كلنا سامعين عنه وعارفينه. الكازين وهو بروتين طبيعي بيتواجد في الحليب مسؤول عن نمو الأطفال. بعد كده بنتكلم على حاجة اسمها بروتينات الهرمونية. البروتينات الهرمونية هي المواد اللي بتطلقها الغدد الصماء، شوفوا أهمية البروتينات في الدم حتى توصل العضو المخصص لها، وتنقسم وتقسم الهرمونات إلى عدة أنواع هي 2 و5، البيبتيدات اللي بتكون من سلاسل الأحماض الأمينية، الستيرويدات مثل الهرمونات الجنسية التستوستيرون الاستروجين، وتعد الستيرويدات مصنعة من الكوليسترول الدهني، الأمينات المصنعة من الأحماض الأمينية الفردية، ويساعد هذا النوع من البروتينات الهرمونية في صنع الهرمونات المتعلقة بالنوم والتمثيل الغذائي. ومن أهم الهرمونات في الجسم هي 4، هرمون الإنسولين، هرمون الجلوكاجون، هرمون النمو البشري، هرمون قشرة الكظرية، والهرمون المضاد للإدرار البول. ونكمل المرة الجاية.